كل اللي بيقول حكاية ان دي هتبقى اخر وزارة اعلام، انا سمعت من السيد صفوت الشريف مقولة انا هبقى اخر وزير اعلام في مصر. كل حكومة طالما هي مستبدة، طالما هي عندها استراتيجية كده خاصة بيها لغسيل العقول، اظن انها مش هتتخلى عن وزارة الاعلام ببساطة. ولو ما فيش وزارة اعلام، المجلس اللي هيعملوه ده هيبقى وكأنه وزارة الاعلام وكله تحت السيطرة عموما. يعني أعتقد أن المجلس القومي لتنظيم الإعلام هي مسألة إرادة من المجتمع الإعلامي كاملا. أنا ومجموعة من الزملاء والأصدقاء والعاملين بالمهنة أمثال الأستاذة منى الشاذلي، الأستاذ حمدي أنديل، الأستاذ ياسر عبد العزيز، الأستاذ حازم غراب، السيد الغضبان، حافظ المرازي، يسري فودة وغيرهم وغيرهم، كنا تقدمنا فعلا بمشروع قانون لمجلس الشعب اللي اتحل في إنشاء هذا المجلس القومي لتنظيم الإعلام. ودي خطوة أساسية لأنه ده الشيء الوحيد اللي ممكن يضمن استقلالية الإعلام عن سيطرة الدولة. وأعتقد أنه لو لم يسارع مجتمع الإعلامي وتسارع الحكومة ويسارع الرئيس مرسي بإنجاز هذه الخطوة فورا، هنتأخر كثيرا والتأخير مش في صالحنا. هذه الفكرة تقوم في الأساس على أن يكون المجلس الوطني للإعلام مجلسا مستقلا وليس تابعا لأي حكومة أو سلطة، وأن يمول نفسه ذاتيا لكي يصبح مجلسا محايدا. لكن الخشية هنا من أن يتحول المجلس الوطني للإعلام إلى مجلس وطني إخواني.